معنا في الفقرة دي لاعب مميز جدا في الخماسي الحديث، اتكلمنا كتير على فكرة عنه قبل كده وعن مشاركاته العالمية، وقلنا قد ايه كمان هو فخر حقيقي لمصر بشكل كبير، وان هو هيكون بإذن الله صائد ميداليات في لعبة مهمة جدا. نتكلم عن الخماسي الحديث، ولو اتكلمت عن الاتحاد الخماسي، هم كمان بيضعوا امال عليه كبيرة جدا، وان شاء الله في اولمبياد باريس كمان يشرفنا بشكل كبير. عنده قدرات تؤهله كمان للتواجد على منصات التتويج بصفة مستمرة. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا مهند شعبان، بطل العالم في الخماسي الحديث، عفوا للخماسي الحديث، وكمان عايز اقول ان شاء الله هو يعني تاهل بشكل اولمبياد باريس، ونتمنى ان هو يرجع لنا بميداليه. مش هنقبل باقل من كده. ها ان شاء الله. مهند صباح الهنا عليك. صباح الخير. بص انا هبدأ من ما انتهيت في كلامي في الانترو، لان احنا كمصريين وكجماهير بالملايين بيبقى دايما عندنا امال لكل بطل، وعندنا كده زي ما بيتقال خلاص احنا في دور معين لازم تروح تحققه لنا. فباذن الله انت تاهلت الحمد لله، لكن باذن الله هتروح وتحقق بقى ميداليه، ده اللي الجماهير المصريه نفسها ان هو يحصل. نسبه ده حدوثه قد ايه؟ وكمان لو هنتكلم عن يعني بطل العالم في الخماسي الحديث، قد ايه ممكن ان هو يكون بواجهه صعوبات قبل ما يروح باريس 2024؟ خلينا نتكلم في المشوار ده علشان نطمن كمان الناس اللي بتسمعنا. طبعا احنا الاولمبياد هي خلاص فاضل عليها تقريبا اقل من سنه لحد تنازلي ابتدى. بالظبط. احنا المفروض ان احنا لو وصلنا ان احنا في نفس فورمه السنه دي او نفس الاعداد اللي احنا عملناه السنه دي، ووصلنا ليوم الاولمبياد وما كانش في اي مشاكل او اي حاجه غريبه تحصل، احنا قادرين جدا ان احنا ممكن نجيب ميداليه اولمبيه جديده زي اللي حصلت في طوكيو 2020. احنا بس مش محتاجين غير توفيق ربنا ودعم كده منكم تبقى الدنيا كويسه. طيب بص، التوفيق ان شاء الله يتم والدعم موجود، ده كل يعني خليني اقول كل مسابقه وكل موسم ليها، بس النقطه كلها ان انا قبل ما اروح اولمبياد لازم بكون عارف يعني انا ايه اللي ناقصني وايه اللي عندي والمستوى اللي انا واصل له والتجهيز بتاعي والجاهزيه وغيره. مهند تحديدا لو انا هتكلم عليك، انت دلوقتي بطل العالم في هذه الرياضه، الحمد لله اول مره بتتاهل لاولمبياد، امال المصريين كتيره جدا خليني اقول عليك وعلى اللعبه دي تحديدا. فاستعداداتك من اللحظه بتاعه يعني طوكيو لحد اللحظه بتاعه خلاص بدء باريس ايه هي؟ وفي نفس الوقت لو في اي مشكله يا ريت تقول لنا عليها من دلوقتي عشان يتم حلها ويتم العمل عليها، فادينا صوره كامله. هو طبعا هيبقى احسن حاجه ان احنا نعملها بدايه السنه الجايه، او خلاص احنا عندنا مثلا بطوله عالم كمان اسابيع او اسبوعين بالظبط، احنا سافرين يوم السبت ان شاء الله. مجرد ما هنرجع هنبتدي تاهيل الاولمبياد، اعتقد هنحتاج اكتر من معسكر خارج مصر طبعا بالفول تيم بتاعنا، فهو ده اكتر حاجه هنبقى محتاجينها ان احنا نعرف نوفر السفريات ديت، ادوات اللي هنلعب بيها البطوله والمعسكرات اللي هنقضي بيها السنه كلها، تقريبا هي دي الحاجه الوحيده اللي هنحتاجها يعني. بس طيب المعسكرات والادوات وغيره كبادجت ده الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عنها، ولا انتوا كلعيبه بشكل انديفيدوال فردي؟ لا هو طبعا الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عليها، طبعا هو ممكن يقدم للوزاره، الوزاره توافق او ما توافقش، بس طبعا يعني برضو الاتحاد عندنا لحد ما يعني بيتوافق عليه حاجات كتير، بس السنه الجايه بقى محتاجين يعني نزق زقه كده لو نطلع كذا سفريه. ما هي دي بقى النقطه، يعني ايه الوزاره توافق او ما توافقش؟ يعني بص دلوقتي انتوا رياضه اوريدي بتحقق يعني ميداليات في الاولمبياد في السنوات والنسخ الماضيه، واوريدي في منها ابطال منك زيك مثلا متاهلين لباريس، فهو طبيعي يكون الوزاره عامله بادجت معينه ومخصصه بادجت معينه للمعسكرات اللي بعد كده انا محتاجها عشان في باريس ابقى ادائي يعني يليق ان انا اجيب ميداليه. فازاي بتقول يعني يا توفر يا ما توفرش؟ طب في حال هي ما وفرتش ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا في حاله انها ما توفرش خلاص هنبتدي نعمل معسكرات داخليه هنا، زي ما احنا عملنا في اخر اسابيع عملنا معسكرات في اسكندريه، بس طبعا الكفاءه مختلفه. بالظبط، ان احنا للاسف يعني ما كنا نلعب معنا يعني في العاب عندنا في الخماسي زي لعبه السلاح، بنحتاج ان احنا نلعب ناس تانية، بنطلع بره مصر نلعب ناس تانية خالص اجانب، هنا احنا خلاص هنلعب بعض فما فيش يعني فرصه ان احنا نحتك بحد بره مصر. طبعا هي الكفاءه بتقل، بس برضو هو احنا محتاجين معسكر حاجه مغلقه علينا تركيز في التمرين بس، خارج مصر طبعا كده هيبقى افضل.
اوكي، هو ده الطبيعي بالظبط. يعني احنا بنتكلم لو عايزين فعلا ميداليه اولمبيه محتاجين فعلا احنا نطلع بره مصر كذا. ده اللي احنا بنقوله، استعدادات المنتخبات بتاعتنا والفرق بتوعنا وابطالنا المختلفين لازم يكون بشكل محترف بيتم. بالظبط، فيعني لو انا عماله بلاعب نفسي في الداخل مش هروح هتحسن. للاولمبيات الاعب بالظبط، غيري ازاي؟ هما خصوصا كمان انا بلاعب اسهل. غيري في ليفل تاني خالص وبيستعدوا بشكل مختلف وامكانياتهم مختلفه. وبعدين ارجع اقول انا ليه ما حصدتش ميداليات بشكل كبير؟ ما بالظبط، هي هما كمان سلسله عندهم الموضوع اسهل ان هما مثلا بيبقوا في اوروبا فممكن يتجمعوا، ممكن يسافروا بالعربيات. انتقالات سهلة. بالظبط، لكن احنا لازم طيران ونسافر لهم، فاحنا الموضوع عندنا بيبقى اصعب شويه. طب مهند، بالنسبة للسبونسرشيب، يعني هل الرياضة دي لسه ما فيش وعي عندها، فيش فكرة ان شركة تيجي او رجل اعمال او سيدات اعمال تيجي تتبنى بعض اللعيبة الابطال او الرياضة ككل او الاتحاد، لسه السبونسرشيب مش موجودة؟ مؤخرا بقى خلاص في كذا، عندنا كذا سبونسر كاتحاد، لكن كسبونسر شيب للعيب لوحده زي بره ما لسه حصلتش. برضو. يعني احنا لسه الموضوع دوت ما تعمقناش فيه قوي. طبعا لو في حاجه جت دي هتساعد بقى كتير، يعني ممكن مثلا لا قدر الله الاتحاد مثلا ما توافقش ان احنا نسافر مثلا بطوله بره مصر، او الفول تيم مش عارف يسافر معايا، لو معايا سبونسر مثلا لا خلاص انا مش مهم، انا هطلعه انا من فلوس السبونسر، مش هتكون في ازمه يعني ساعتها. والله انا اتمنى الشركات الوطنيه تحديدا، حتى لو هنقول قبل الاولمبياد ب6 شهور، يبتدوا يدعموا بشكل يا كبير ريت. جدا ابطالنا اللي هيشاركوا خلاص بشكل رسمي في الاولمبياد القادمه، علشان يبقى نوع من يعني المشاركه المجتمعيه والدعم المجتمعي للابطال بتوعنا. انا اتمنى ده. هي برضو المفروض ما تبقاش قبلها ب6 شهور قوي، ان احنا المفروض بقول لك خلاص احنا تقريبا العدد التنازلي ابتدى اقل من سنه. سنه ده ممكن يبقى رقم قليل لو انا انت بقول عايز اوحش ميداليه هيخلوه. اولمبيه. صحيح، طبعا، وده طبعا هيبقى اوحش حاجه يعني، بس طبعا يعني ده هيبقى بس كويس يحصل برضو. يا مهند. بالظبط، ده هيبقى كويس يعني برضو. صح، مهند، انت خلال السنة او نقول سنة ونص اللي فاتوا 6 ميداليات تقريبا، ذهبية وبرونزية وفضية. خلينا نتكلم عن الرحلة دي، لان احنا كجماهير او كاعلام بنشوف النتائج بس في الاخر، لكن القصة ما نعرفهاش، فخلينا نسمع منك. بصي خليني احكي لك كده. من اول طوكيو 2020 للاسف سنه 2020 حصل لي مشكله كده كبيره، وقعت مع الحصان زي ما حضرتك عارف، احنا بنلعب في روسيا، وعملت عمليه في رجلي كبيره، وكان مشكله كده. قعدت 2020 و2021 عليك مأهل من العمليه دي. بالظبط، بدانا 2022 وقلنا ان احنا خلاص هنبتدي بقى نركز ونعمل حاجه كويسه عشان لو عايزين فعلا نجيب ميداليه اولمبيه 2024. في اخر السنه 2022 فعلا جبنا اول ميداليه برونزيه في كاس العالم، ده كانت اخر كاس عالم كمان نلعبه. بدانا بقى السنه دي قلنا خلاص المفروض ان احنا نحاول نبقى توب ان ذا رانك، وان احنا نحاول نتاهل من قبلها بسنه. فعلا بدانا احنا عندنا 4 كاسات عالم، ثم نهائي كاس عالم، ثم بطوله العالم، هو ده السنه بتاعتنا. بدانا اول كاس عالم في مصر وخدت المركز الرابع. ساعتها طبعا عرفنا ان في مشكله في لعبه معينه وبدانا ان احنا نطورها، اللي هي اني فيهم كانت لعبه الرمايه. الرمايه. احنا كنت ماشي اول طول البطوله ولعبه الرمايه اخرتني شويه، بقيت رابع. فكان فاضل تقريبا شهر ونص على كاس عالم رقم 2. عالجنا المشكله ديت بسرعه، فعلا رحنا بعديها بشهر ونص خدت ميداليه ذهب في تركيا. هايل. يليها باسبوعين عملنا معسكر، طلعنا على المجر، هناك برضو خدت المركز الثاني، الميداليه الفضيه هناك. قلنا احنا خلاص احنا بقينا دلوقتي قريبين جدا، احنا هنسكيب كاس عالم رقم 4 ونلعب نهائي كاس العالم. نهائي كاس العالم ده بقى بيبقى مختلف، هو بياخد احسن 36 على الرانك من اول 4 كاسات عالم. الميداليه الذهبيه فيه بس هي اللي بتروح للاولمبياد. اوكي. فطبعا احنا قلنا احنا خلاص احنا خدنا ذهب وخدنا فضه، فاحنا المكان ده مش بعيد علينا، احنا ممكن هنركز له وان شاء الله ربنا يكرم، لو ما حصلش حاجه جديده هنكسب باذن الله. وفعلا رحنا استعدنا له حوالي شهر ونص، ورحنا البطوله وخدنا ذهب هناك وتاهلنا للاولمبياد 2024. وعندنا بقى بطوله العالم ان شاء الله كمان اسبوعين، ربنا يكرم بقى فيها. مهند، عندي سؤال ونفسي انتوا نفسكم يعني بطل رياضي هو اللي يجاوبني على النقطه دي، مش حد من بره الموضوع او من الخارج. ايه سر ان ابطالنا المصريين في الرياضات المختلفه باقل الامكانيات كومبيرنج او مقارنه بالمنافسين ليهم في الدول الاوروبيه وغيره من العالم، بيقدروا ان هم يبقوا بنفس المستوى او قريبين من المستوى بس بامكانيات قليله جدا مقارنه بيهم؟ يعني تخيل بقى لو انتوا خدتوا نفس الامكانيات والدعم، طب ايه السر؟ بس يعني حاجه حلوه على فكره، أنا مش حاجه اعتقد وحشه، ان هي ممكن بس تبقى مثلا يعني عايزه ممكن تبقى تفسير. العزيمه. ممكن اعتقد تبقى العزيمه ان احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، عايزين نظهر ان احنا برضو. خلي بالك ميداليات الاولمبيه في مصر ما بتبقاش كتيره، في الاولمبيات كله بيبقى عايز لسه يظهر، فكله بيحاول يجيب اقصى حاجه عنده.
اعتقد احنا لو اتصرف علينا زي ما بره مصر بتصرف عليهم، لا هيبقى في ميداليات كتير جدا باذن الله في الاولمبياد. ده فور شور، مع الامكانيه، مع البوتنشال اللي عندك في اللاعب بالزبط. المصري والاصرار وكل الكلام ده اللي كمان بنتكلم فيه. بقينا نتنوع في كذا بطوله. يعني لسه زياد السيسي واخد برونزيه في بطوله العالم في سلاح الصبر. عمر عصر دخل دور الثمانيه في البينج بونج. ففي حاجات، مروان قماش تاهل في السباحه. ففي العاب كتير بقينا خلاص بنعرف نحط نفسنا فيها، وبقينا ننتظر ان احنا نجيب فيها ميداليه. فاعتقد ده الوقت بقى بتاع الدعم خلاص. بالظبط، انا اعتقد كده ابتدت الثقافه كمان تختلف شويه في الفترات الاخيره. طب لو هروح معاك تحديدا للالعاب الفرديه، انت بتشوف الطفره اللي حاصله، او حتى لو انت شايف في طفره حصلت للالعاب الفرديه ولا لا، وفي نفس الوقت ايه اللي برضو الالعاب الفرديه بيحتاجها او هتحتاجها الفتره اللي جايه عشان يحصل تطوير؟ انا شايف ان احنا من بعد طوكيو 2020 او سنه الكورونا اللي هي وقفت، احنا اكتر دوله تقريبا استفادت اللي هي تحصل اللي كنا احنا متاخرين عنه في الدول اللي بره، وده عكس العالم. بالظبط، وانا مش فاهمه بجد في حاجات بتحصل العالم كله بيتضرر منها. صح. الحمد لله احنا تلاقي العكس عندنا. يعني حتى وقت لما نظمنا بطوله العالم لليد، يعني انت شفت البطوله كانت عامله ازاي، ودول كتيره رفضت. صح. وقتها وكانت قلقانه، انت عملتها على ارضك وعملتها بشكل محترف جدا. صح. وما كانش في اصابات ولا عدوى. بالظبط، انا اعتقد هم اتضروا اكتر مننا و... صحيح. وخدوا الموضوع باكبر مننا احنا تقريبا مصريين، عشان يعني كويسين ودمنا خفيف كده، فخدنا الموضوع بهزار وعدينا الموضوع اسرع منهم بكتير واستفدنا بالموضوع دوت. عشان كده لحقنا نحصلهم شويه في الالعاب الفرديه. احنا بس خلاص يعني تقريبا دلوقتي بقينا متساويين معاهم. ممكن يبقى هم سابقيننا بحاجه بسيطه، بس بالعزيمه عندنا، وهو فاضل سنه يعني ممكن نحصلهم بسهوله يعني ان شاء الله. كويس جدا. طيب هسألك برضو بعض الأسئلة يعني اللي ممكن تكون مش محرجة لكن صعبة، لأن أنا عارفة كل واحد فينا لما بيتسأل يعني لازم يبقى بيجاوب بدبلوماسية. تمام. بس أنا مش عايزك تجاوب تهاجم، بس أنا عايزك تجاوبني بصراحة. كرياضي مصري، لما أجي أتكلم عن الرياضي المصري وأسأله أنت شايف الرياضة في مصر حالياً وضعها ايه؟ وهل الاهتمام اللي انت، مش بتكلم دلوقتي عن الناحيه الماديه، خلاص احنا اتكلمنا عن الناحيه الماديه، الاهتمام والدعم اللي انت بتحتاجه فعلا موجود، سواء من الاتحاد، القائمين على الرياضات المختلفه، وزاره الشباب والرياضه، الاعلام، الجماهير، انا بتكلم في العموم، خليني اعرف منك. بصي، حته الجمهور والسوشيال ميديا دي بدات تزيد شويه. كويس. يعني هي زمان تقريبا ما كانتش موجوده، لا هي دلوقتي بقت خلاص موجوده، وفي ناس بقت متابعه كتير وعارفين كمان اسامي وبيتابعوا البطوله. ده في حته السوشيال ميديا او الجمهور. حته الوزاره والاتحادات هم بيحاولوا يعملوا اقصى حاجه عندهم، بس تقريبا المشكله عندنا في الاقتصاد شويه. مش عايز اخش بقى في حته سياسيه. بس هو البلد كلها دلوقتي حالتها مش الطف حاجه. بس هو مش دلوقتي، احنا بنتكلم في سنوات كتيره البادجت بتاعه كل اتحاد ما هياش الافضل. هو انا من رايي المفروض ان احنا نتابع بالذات الاتحادات اللي هي ناجحه. بالظبط، ونحاول على قد ما نقدر. دول ممكن يجيبوا ميداليه اولمبيه، خلاص انا هدعمهم بشكل اكبر عشان دول اللي هيساعدوني في الاولمبياد. صح. انا شايف لا، ان الدعم لسه بصراحه محتاج يزيد من كل الاتجاهات، حتى لو الجمهور او السوشيال ميديا او الاتحادات او الوزاره، لا كل ده محتاج يزيد. وبرده من الناحيه الماديه برده طبعا الحاجات دي كلها محتاجه تزيد. طيب من ناحيه الدعم الاسري، انت مين في العيله عندك داعم كبير ليك؟ لان انا مؤمنه جدا ان اي شخص ناجح لازم يكون خارج من بيت داعم وبيت ناجح برضه. فمين في عيلتك اصلا رياضي ولا ما فيش؟ مين اكتر حد كان بيدعمك يعني؟ لا، انا في اخويا الصغير برضه رياضي، بيلعب خماسي حديث. طبعا بقى الدعم الاكبر هي مامتي، هي اللي واقفه معايا بقى من وانا صغير. طبعا انت عارفه السن الصغير دايما هو الولي امر، تقريبا هو اللي بيتعب اكتر من اللعيب. صح. لان هو اللي بيفضل يوديه ويجيبه وياكله وكل دوت طبعا، فهي اللي بتشيل المسؤوليه خالص. وهو طبعا كان حلمها من زمان يعني ان احنا نوصل الاولمبياد، فحققنا لها الامنيه دلوقتي، هو هنروح الاولمبياد ان شاء الله. كويس جدا. طيب برضو كل رياضي بيبقى ليه تطلع ناحيه الاحتراف او غيره، هل يا مهند انت في يوم من الايام ممكن برضو تفكر في حاجه زي كده؟ يعني سؤال هرد عليه بدبلوماسية شوية، بس لا يعني هو طبعا لو لقينا الدعم وان خلاص الدنيا بقت كويسة، لا يبقى ده ساعتها التفكير ده هيروح بصراحة. طب رأيك ايه في بعض الرياضيين اللي
يعني بيحسوا ان هم مش عندهم الدعم الكافي ببعض الاحداث اللي حصلت يعني بغدوده وغيره، هل انت مع، هل انت متفاهم وضعه، هل انت شايف ان لا كان المفروض يصبر؟ من وجهه نظرك برضو كرياضي لانها اكيد تختلف. انا عشان رياضي فانا متقبل اللي هم عملوه بصراحه، يعني هو انا لو مثلا بتكلم في حالتهم هم الشخصيه لو عايزين يجيبوا ميداليه ممكن يبقى اتحادهم مثلا مش معهوش مساعد تماما، مش مساعد زينا مثلا، هو محتاج يجيب ميداليه، وعشان يجيب الميداليه دي محتاج فلوس اكتر مننا، هو الاتحاد ما فروش خلاص، انا عايز اجيب الميداليه، فانا هشوف حد تاني هو اللي يصرف عليا في الحته دي، فطبعا انا اعذرهم يعني. بس طب لما بتبتدي تتابع العالم في رياضة الخماسي الحديث والدول اللي هي متقدمة، أولا إيه هي الدول المتقدمة في الرياضة دي تحديدا، وفي نفس الوقت لو بتتابع استعداداتهم لأولمبياد باريس بتشوف إيه اللي إحنا ناقصنا، أو إحنا هل نفس الاستعداد ولا لأ غير المعسكرات يعني؟ تمام، هي طبعا الدول المتقدمة دلوقتي أحب أقول لك رقم واحد ممكن تبقى مصر. فعلا اللي احنا خلاص يعني أنا دلوقتي الحمد لله إن أنا أول رانك على العالم، فإن احنا هايل، نتصدر الرانك ده خلاص احنا يعتبر بقينا أول. تطوير رائع. بالظبط، أحسن بلد معانا طبعا إنجلترا، كوريا، المجر، دول المربع دول كده هم اللي ماسكين الخماسي دلوقتي. معانا من إنجلترا طبعا جوزيف شونج اللي كسب الأولمبياد طوكيو، معانا واحد من كوريا اللي خد ده اللي البرونزيه، انت قطعت بيه ده اساسا. اللي وقع في نهائي كاس ده العالم اللي انت بالظبط. مستحلف لي البطوله الجايه. يعني اكيد. ومعانا اللي خد البرونز في طوكيو، طبعا دول لسه لحد دلوقتي بيلعبوا، وهم دول اتاهلوا خلاص وعليهم امل كبير ان هم يجيبوا بلدهم برضو في باريس 24. دول يعني احنا الثلاثه كده السنه دي طبعا، ومعانا احمد الجندي من مصر، احنا كده بقينا اربعه تقريبا يعني اللي بنتنافس بشدة الفترة دي. طيب يعني ده خبر يسعدني جدا، وانت الاستعدادات بتاعتك يعني انت طبعا على المستوى الشخصي، سيبك من الاتحاد دلوقتي، على المستوى الشخصي انت بتستعد بشكل كامل، يعني خلينا برضو نعرف استعداداتك انت كانديفيدوال رياضي. احنا المفروض خلاص احنا داخلين على البطوله، مسافرين يوم السبت الجاي. الاعداد اللي فات هو زي الاعداد اللي قبل كاس العالم، فاحنا الحمد لله جبنا ميداليات في كاس العالم، فان شاء الله برضو نجيب ميداليه في البطوله الجايه. احنا الاعداد كويس، ماشيين بشكل كويس قوي، ما ناقصناش حاجه غير توفيق ربنا بقى في البطوله ودعواتكم. إعداد المنتخب بيبقى حاجة أو الاتحاد، والإعداد النفسي والذاتي بيبقى مختلف تماما. هل أصلا أنت بتشوف أن يعني مثلا فكرة الإعداد الفني تمام، لأن ده ملف اتكلمنا فيه برضو امبارح، الإعداد النفسي هل أنت جاهزيتك فيه بشكل كبير؟ هل في أصلا حد من الاتحاد موجود، الاتحاد موفره علشان الشق ده الأساسي اللي هو التأهيل النفسي وغيره؟ لأن لا يمكن نكون رايحين يعني بطولة كبيرة زي كده وما عندناش استعداد مع الفني وغيره النفسي يعني. صح، احنا عندنا الاتحاد موفر لنا لكل لعيب لايف كوتش لكل لعيب. بالظبط. طب هايل، ده المفروض اللي هو بيسافر معانا السفريات بيبقى زي ما تقولي ملازمنا. بالظبط. انا بقى بالنسبه لي قصتي مختلفه شويه، لان انا اللايف كوتش بتاعي هو هيبقى المدير الفني بتاعي، لان دي احنا صدفة يعني ولا انت مش اخترت صدفه، كده؟ هو المفروض اللايف كوتش بتاعك ان هو حد انت تكوني حباه، حب يكوني مرتاحه له صح، وتثقي فيه، ده اهم حاجه، وان هو يكون برضو معاكي في اللعبه، فاهم في اللعبه كويس قوي، فاحنا مع بعض من زمان ففاهمين بعض كويس قوي، فاحنا المفروض ان احنا يعني ماشيين كويس وواصلين لنفسيا ان احنا جاهزين ان احنا نكسب جاهز. هي البطوله. دي النقطة بالظبط. اللي بسأل فيها. كويس، المفروض انت تبقي جاهزه نفسيا قبل بالظبط البدنيا قبل كل حاجه، بالظبط، فاحنا يعني واصلين لحته لأن كويسه ممكن الاتحاد مطمنين. يبقى شايف الشغل بتاعه بشكل كبير، عامل المعسكرات، مجهز اللعيبة فنيا، لكن اللاعب غير بالظبط، انا مجهز لو مش جاهز نفسيا نفسيا، ما فدي فيش. بتبقى صح، مشكلة كبيرة جدا. وشفناها على فكرة، مش بتكلم على لعيبة مصرية، شفناها كتير بيبقى اللاعب مهزوز في البطولة لأن هو نفسيا مش جاهز. دي بتحصل مع صح، ناس انا كتيرة، حصلت اوريدي. ممكن انزل البطوله جاهز جدا كتمرين، ممكن بس مجرد ما اخش البطوله صح، الاجواء والحاجات دي تاخدني والضغط اللي عليك اتوه. حتى. بالظبط، اللي هو انا موجود بس مش موجود، مش فاهم ايه اللي بيحصل، فهو ده دور اللايف كوتش طبعا، او دور بقى اللي بيكون مع اللعيب، هو اللي بيجهز الحاجات ديت قبل ما نروح. يعني احنا من دلوقتي بدينا نتكلم، انا ما رحتش الاولمبياد قبل كده، فطبعا كله بيتكلم انها بتبقى رهبه وحاجات كتير وسوشيال ميديا، هو بدأنا من دلوقتي بيتكلم معايا اللي هو لا انت خلي بالك، احنا قبليها هنقفل الموبايل، قبليها مش هنبص على ايه، الموضوع هيبقى عادي ما تركز، هو ده اللي انت لازم تجهز قبل ما تروح البطوله. بس صح. انتوا هتسافروا ان شاء الله قبلها بقد ايه تقريبا؟
ولا لسه ما تفاصيل الاولمبياد بالظبط لسه للاسف ما اعرفهاش. محتاجين طبعا هنتابع مع كل الاشخاص المعنيه والمسؤولين اكيد قبل اولمبياد باريس عشان نطلع حضراتكم على كل التفاصيل. المهم جدا ان انتوا تكونوا هناك كمان قبلها بفتره شويه علشان تاخدوا على الاجواء والجو والحاجات دي. بالظبط. كل التوفيق يا مهند، بجد بطل مصري نفتخر بيه يا رب، مزيد من الابطال المصريين اللي بيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه. بالتوفيق ان شاء الله، ونفسي تكون معانا بعد ما تفوز بميداليه باذن الله في باريس 2024 لو انت بحت افتكرنا يعني. لا طبعا. اشكرك يا مهند جدا. شكرا. واشكر حضراتكم على الفقره دي. هنروح بقى للفقره الثانيه، خليكم معانا.